رجعنا مع عبد اللي شو طيب كيما وعدتكم قبيله باش نحكي لكم على سكر فانواز بالزهر. انا عجبتني الفكره برشا, البرودوي هذايا حلو برشا, دو زونا كيما نقولوا, يسهل لك برشا حكايات سيرتو البيريود هذيا فريمون حسنا بيه السكر بالزهر. باش تقعد تقطر في الزهر, كنا نستعملوا الزهر في تطيبنا في ماكلتنا في قهوينا في كل شيء في الغله في السلاد دو فروي. اما باش تقعد تقطر في الزهر وباش تقعد تضيع في الوقت, عندك لو برودوي هذايا فيه السكر وفيه الزهر, وجربوه ما تندموش, طياره برشا برشا برشا. تو باش نوريكم كلكو برودوي مش الكل, وتنجموا زاد انتم تستعملوه في دي برودوي اخرين. اول برودوي ساعه اللي مثلا اول فكره باش تجيك, وبالرسمي انا قاعد بالرسمي باش نذوقهم خاطر ذقتهم وعجبوني, قهوه عربي بالزهر. ما فماش اكثر من قهوه عربي بالزهر. غزلوا مش نعطيكم انتوما. ومن بعد استنى, من بعد دوزيام برودوي تلقاه اللي باش نذوق منه خلطته بالزهر, فريز بالزهر. ولا كلمه ذبي توقف الميسيون نقعد ناكل تا وقت الفريز والبنه بنينه. لوغو نتاعو والريحه مع الفريز مع الدنيا بريمون توب بيسين, برافو والله. هذا عاود ناكل بالرسمي راهو ناكل, مش زعما نعملهم في بيب والدنيا. بلوس تويك جاي رمضان والدنيا اكثر الحلو واكثر الجو والزهر والدنيا والسحور والدنيا. انا في السحور شنو ناكلوا نحن في السحور؟ المحلبيه. المحلبيه يقول لك واحد محلب خاطر ماكلاش المحلبيه. كون محلب محلبيه باش الزهر تقعد محلب ماشي محلبيه بالزهر وفيها شويه فزدق وبندق وبفريوه مرمانه فهمتي شو ولاو اربع كعبات بفريوه مغروسين. بالسكر بتاع فانواز بالزهر بنينه برشا. هذي ذاري باش نولي نعم فيها زاده في القهوه نتاعي. استنى برا سمك ريجي استناوني شويه نكمل ناكل ما تزربوش. فما الجاتو الكيكه ذا تتقطقي بون تاع معاه قهوه تقول شبيه عبد اللي ياكل سكر فانواز بالزهر ومن خبايه على الاخر سكر فانواز فلور دورونجي بالزهر. جربوه تتذكروني. اوكي فاصل ثم نعود. رجعنا مع عبد اللي. وقبل ما نستدعاو عندي زود ضيوف باهين, قبل ما نستدعاوهم وقبل ما يقدمهم اهو كباري باند, نحب نقول لكم كان تحبوا تربحوا كهرباء تبعثوا حرف ا على 85 899. ميساج ولا زوز ولا اكثر باش تقوي حظوظك, تنجم تجي لهنا وتروح بكهرباء من عند عبد اللي. شو تايم واهو قدمنا ضيفنا. إذا ليديز اند جنتلمنز نستقبل معهم بكل حب نجميني لهما من الامتياز الشيء الكثير في أعمالهما الفنية. إلينا وإليكم نجمي الراب المتمكنين أوكا وأورتيغا تونس وكريس أند كروس العرب بسيكو إم ولينكو. هما يا روح سبسان يا مودي لاك سبسان نيكم سيكو جينا سفر ستة ابنو سينا من تونس المدينة بو 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 اخر زوز في البيترينة لازم تضربوا علينا لاي نعمل ستوب ستوب خليكم وحدكم على الميكرو ما حملناهمش فريريز مو فوق جبناها بيدينا ما صدقوش تتلمينا كذبونا قالوا علينا فوتوشوب هات الرصاص ماذا فكر نابد العداس جبال يحبوا يطيحوني بالحصاص طيبنا موزيكا بنينا سخونة ضو بالايس اصبحت وايس وبعد لبسنا تاج على الراس الاولو نورمال في صبرنا عنا الفري ستايل سابقك ماكش تيست خايل ناكل ترمى غير سكال في كل برنو فخر نار انتيجا عن حلمك ستار بوس يدي تبات شبعان انكم مش فيلي لا تشهر برت لو وش عالبس اكثر من نير من صفر ما نكلاشي خاطر تاتيح قدرت ولي جبدين عائلة ولي كلام مجبر نعرف شوية رجال ولا فذكر فثنت السكسي طلع والباراشوت عالظهر خاطر عارف كنا نتيح من اقاحات ولي صفقولي في طلوعي بش يعطيني بالظهر شاد البابوشة تشولي في كاموسة يحبونا نخمجو لينكوس رابر يتفرد رابر رابي كيما نحب ترابي وكيما تنجمو تكذبو تفايكون يخدمو تقلدو نزرعو تحلبو نجدو تعودو في نفس الموضوع نفس الكلمة كيما بيكاتشو طعم يشحن حسها ديجافو رابي توقوس لازم نعلق حروز منفوس قد اين عد رؤوس هات الموس على ملزوس هنزوس جيبهم خنشدهم في خلع بيبين
نقوز كل ليلة شادة سرو بيت معاها عروس خلي تخلفك تهدد النفوس متعدي ربي دوس في كياس كل حفر قدامنا هو تسبكش العروفات ما تخافش قد بنغيف الاخر بس نطل نسيل دمومات ونرجع سوبات حط لي 200 بوفون ماركي جول سيم بونيات دفرت انستريات سومي غالي وانت تشري كيما ابل الراب عنا جيم سيكو شد المانات يا مدير لاك سوب ساين العروق تتفخ ونعمل ميتا مخفص كل ستار بونش لاين كل ما تحلو باطل وحده زيدك في الادوس هذايا راب يتعمر يتشجع بالباور من داخل كله انرجي كيف جيتا الحروف تولي كارتوش تيري كيما البيريتا با تدخل في راسك تعمل لك كامي كامي فلو تكنيك في الراب ديما تيري نون ستوب ماهوش نمبر وان من غير ما تحطو بوديوم خاطري فجوم على الهيب هوب هيب هوب بلشي في راسك فاتو بدي زيتاب باش نحنا تشد ولا زمان 200 الروبوكوب كلامي ديب سلام توب حطو الفيزوغ على بعضو باب 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 الراب ماهوش فن اي عادي ردو انتو ميد فايتين الراب ردت على خنان اي كلها كانت تعدي عندي كاستينج جيت بسيكو لكو في التيم جبتي منكم معاهم ميام الماتش ماكينج شدك وخذوك يا مراك نار شد لقارتا في الفايكينج كلها تكتب على الببليك غاب في ميتاسون لا فلو لا تكنيك كل عبتها غانستا تحكي على الكارتوش وكلها فلو دا بلاستيك كلها تحب التاستيك ولا لك مونستا اللي تقرس في ليمونستيك ربك ماسد كي نوتيفيكاسيون تاع تيليكوم كي تجيني في التليفون نزل طول الماسكي رابرات الكل يقلدو يتعلطو وقت لي كلاشيك يعرف غلطو شدو هو راب مفرطو خصو في زوزو بنشارو علي قبلو خالطو راب تاعنا طاري يمشي بالنوكليار راب هما مدرح يطفى في زخاطرو بالبيل ما تجيبلاش بكلامك تحارب قدامك رد بالك نحط الفيزو وان شات واكي فالرابلي هذا يتكلم وعندو كل لسان وبعد كي تشدو في الشارع حقيقتو تاوي بان لي كان يحكي لك نعيشو كيما الامريكان كي نشدو بالكف يقولك سامحني راني جبان تباني يسب السياد ويعرف كان السبان هو تاع الحس وحس ولي حلو في البيبان راب مسخ وناتك كي جيب اللي تجيب الردان سكر بيتك طفي ضو يطلع لك الربان رابي ولا مش مفهوم لا تتقلق وكلامي ولا فضل ويقتل كيما سمي يتزرق في وجهك رح كيلك حقيقتك وعمري ما نتملق ودي سف الدولة لعبها وتحكي مش مشلق انا وقت شد المايك يولي كلاش كتبر بشي كاين وتمسح وخرجتو من الكاش كتبت كلاش انا نجاوب في 19 المخ كله بكاش يخدم عليك من كتاش في الرابي برد مانا براش عندي تكتك بات تراش انا رابي كيف لحوش تعدم وديكي كادي كلاش كيما سريال كيلا نجي خصك ونحطك في باش انتي تميل في كليبك بتلشك كيني جيمي ناش مرحبا بكم لينكو بسيكو ام انتم ولاد حومة حي ابن سينا حي ابن سينا متربين تحية لحي ابن سينا ولا اسمه سينا الكل متربين مع بعضكم اصحاب عشرة كيفاش الصغر اصحاب الصغر بحذنا كما نقولوا بيناتنا كياس تعرفوا بعضكم بالقديم اللي صغار؟ من الصغرى من قبل الموزيكا من الصغرى من الصغرى ولاد حومة وبدينا حتى الراب بدينا فرد بريود فوالا هذاك ايش حبيت نفهم برو اول مره واتيت باش خدنا مع بعض اي فذاك هذاك علاش جوستمو هذاك ايش حبيت نعم البريود هذيا الكل قعدت وكل واحد عمل اسمه وحده ومن بعد اليوم شنو اللي خلاكم ولا كيفاش جات فكره انكم اليوم ولاد حومة كل واحد عمل اسم وحده ومن بعد تعملوا البوم مع بعضكم من باغونيا صحيح بو كان هو كل صحيح يعني نحن أولاد حومة ونخدموا مع بعضنا فرد موزيكا يعني نفس استوديو يعني أنا ولينكو معنا ناركو صاحبنا ثلاثة في نفس استوديو يعني نتقاسموا بريسك نفس الأفكار تاع الفيزيون تاعنا الارتستيك أما في أصل تمامو ما كانش عنا نفس الفيزيون معناتها كان هو عنده ستيل يمشي فيه وأنا كان عندي ستيل آخر بعد جاء الوقت قلنا بوركوا با يعني العباد الكل طالبة ديما شفنا مع بعضنا وعندنا بريسك نفس الكوميونيتي نفس العباد اللي تسمعنا وقلنا علاش ما خرجوا لهمش برودوي يعني حاجه انتم مختلفين جدا يعني كنتوا في في الستيل وفي كل شيء وانا عندي ستيل تاعي ولا خوفنا لا معناتها مش احنا خوفنا عبد الكل خاف لنمشيو في ستيل ستيلي انا اكثر ولا ستيله هو اكثر يا اخي مشينا في ستيل ستيلي لستيله اي شكون هز الاخر في ستيله اكثر مشينا زوز الثنيه اخرى اول مره نخدموا فيها تيراج جديد ستيلك لا وستيله مشينا تيراج جديد على ما تخافوش انكم تعملوا حاجه جديده اليوم زاده لا بالعكس بالعكس تلمو معناتها خدمنا عليها معناتها ما جاتش هكاك ما جيناش عملنا جربنا ستيل نتاع مش عبثا فوالا هي فيها ريسيرش يعني اللي عملناه نحن نفصل العباد الكونسيبت هو مبني على سوبر ساين مبني على فكره من مونغا يعني دراغون بول زاد العباد الكل اي نحن نعرفوا اللي زاد من الحاجات اللي تغرمت بهم الموندو نتاع المونغا والموندو نتاع الفيكسيون هذه كانت بازي على فكره دو بيرسوناج اللي هو سون جوكو وفيجيتا كل واحد عنده بوفوار نتاعو كل واحد عنده سبيسياليتي وعنده قوه
كي يفرونتيو ادفيرسير قوي ولا فما دونجي هكا قدامهم يعملوا فيزيون يعملوا ميتامورفوز القوه نتاعهم تعمل معناتها تتطور برشا ويدخلوا يوليو نفس البيرسوناج يعني هذا في الفلاني تقولوا انتم نحن عملنا ولا انا تحسوا مع بعضكم اقوى انا عندي ستيل نتاعي هو ستيل نتاعي وانا عندي سلاحي هو عنده سلاحه ديجا كي عملنا حاجه خرجت معناتها انك سمعت يعني حاجه سؤال خطير ديفرنت شوي في حاجه ان تكونكم كل الزوز مع بعضكم واقوى ما تكونش كل واحد قوي وحده في زمان ما نكونوا كل واحد اقوى وحده كي نتلموا باش نعطيوا حاجه ما وفازه هي يعني تلموا به كي تتلموا حسيت زاده في الغنيه سورتو هذه ما نعرفش الغنيات الاخرى ما سمعتهمش هذه الانترو نتاع الالبوم الانترو نتاع الالبوم سي تري امبورطون الانترو هو كانك مثلا اليوم فريستايل شويه كي فريستايل واليوم زاده فريست اللعبه تقول هاو اللعبه وين ساعه هذا حسيته كريتيك كلاش للراب بيدو كلاش للناس اللي تعمل في الكلاش قاعد تقول للرابات قاعدين تقول لهم راهو مش هذايا راكم تخدموا بلاش تكنيك راكم ما فاهمين حد شيء راكم تبهبروا وتكذبوا هذا اللي فهمناه مش بالفاسون هذيك اما بالفاسون تاع ما فهمي استراتيجي وراكم تاع لا لا هو شوف هو معناتها نحكي ما قلنا الكلاش نحكيو بصراحه خلونا نحكيو بصراحه ولا مش خاطر تجيو في الزلم توليو نحن نحكيو بصراحه واضح الكلام راه اللي قلتوه في الفيلم نحن نحكيو بصراحه ولكن مع صراحه ديما فما قدر وفما فما ليميت في دوميننا يعني انا بار اكزومبل مع احترامي ليميسيون وليك انت معناتها كلطفي كي تسالني على رابور حتى تبدا عندي مع مشكله ما نقولهاش في ايميسيون مانيش ما يهمنيش مانيش نحكي على رابور معين يعني اذا عندي عندي مع مشكله نقولها في كلاش لكن باش نجاوبك على تسال عليه صحيح نحن نشوفوا في نيفو نتاع راب ماهوش هو هذا المطلوب ماهوش هو هذا اللي نحبوه معناتها كان ينجم يكون خير برشا من النيفو اللي نعيشوا فيه تو معناتها النيفو نتاع الراب في تونس اليوم انا معناتها من وجهه نظر نتاعي نشوفه كان ينجم يكون خير برشا اذا تخلينا على برشا حاجات نيجاتيف فيه اللي هما قلتهم برشا مرات في برشا انترفيوهات اللي هما الحقد والكره والبغض وتحسد صاحبك خاطر نجم رابور يعمل غنيه ناجحه تنجم تسمعوا راك معناتها تبارتاجي له لا نحن كي رابور يعمل غنيه ناجحه لا خايب هذا يعمل لك هاو قلد هاو سرق هاو خليه هو نجح على الكوميونيتي تاع الراب الكوميونيتي فيها يعني العلاقه اللي ماهيش تبدل الكوميونيتي الراب في العالم كله اليوم اليوم مشروع متبدلوا كوميونيتي راب باش نبدلوا كوميونيتي احنا كيما نقولوا اللي بدينا الخطوه الاولى والبرا راه متبدلوا راه شوف الامريكان توا كيفاش شنو الامريكان عملوا اخر واحد اللي خذا الاوارد اسمه الامريكاني قتلوا لا لا يحكي لك على كوتي خدمه على الكولابوراسيون على الكولابوراسيون كوتي فيتشر لي كوتي هزوا بعضهم الدومين تاع الراب ديما فما ناس تغير من بعضها ديما فما لوبيات لا عادي لا شوف نحن ما نجين جايين باش نبدلوا لكن عندك حق انك باش تنقد يعني لكن انت دخلت كلاش راك بسيكوي من كيو تريب شويه تحكي على روك كلاش ايكو تريب ما قاعد تقول له علاش انا معناتها نتعب فيك برشا هو كلاش واللي يجي قد ويلبس مش تقول لك معناتها انت حسيت قلقك معناتها الفيرس نتاعي ولا نتاع صاحبي احنا ما نقصدوا في حد ما جات قدك انت البس ما واضح راك لميتها شي لابيلا اي واحد شوف فما العبد الباهي انا مثلا كي نسمع عبد كلاش نقول راه مش يحكي علي خاطر انا ما نحسش روحي عرفتك المهره مجرب تهم زمريف اذا انت عامل حاجه ولا انت عندك مشكله معنا راك ما تجد قدك البس معناتها ما نقصدوا حد نحن بالاسم اسكو ضروري اليوم زاد رابريت يكونوا صحاب باش يعملوا كيما انتوما كيتلموا يخدموا مع بعضهم انا وياه مانيش كيف كيف الفيزيون هذه قول انت الفيزيون تاعك هو الفيزيون تاعو لازم اللي العباد تبدا صحاب باش يفهموا بعضهم باش كيفاه باش تخرج حاجه انا نشوف حسب نشوف البرا وكل العباد يخدموا البومات مع بعضهم ويصوروا كليبات ومن بعد تقابلوا جمله في حياتهم بزنس معناتها فهمتني كل واحد يخدم خدمته كل واحد كذا في استوديو نتاعو انا فور اكزومبل انا باش نخدم مع عبد لما نبدا نعرفه ونفهم طبيعته معناتها نرتاح معناتها نرتاح مع العبد هذاك نبدا نفسانيا كي باش نخدم مع برودوي باش يجي واحد يبدا لوكزا ولا واحد ماسط واحد يخدم في مخه ما نرتاحلوش ما نجمش نخدم معاه صراحه سامحني انت عملت برشا خدمت في جروبات عكسه هو سوليتير الاكثريه انا اول صحيح. مره جوكروا الراب سيكو ام اول مره ما نعرفش اول مره الراب سيكو ام ونعرفه من اللي صغير انا في فيتشرينج مع رابور او عملت فيتشرينج مع رابور ولا حاجه اول مره نشوفه يخدم دي فيتشرينج مع رابور بريسك اول مره بون لا كبروجي ككونسيبت يسمى اول مره يعني اول مره نقعد ونخمو في استراتيجي وفي دي كونسيبت في دي تيم تاع البوم دونك نحن خدمنا عملنا 10 تيتروات 10 تيتروات خرجتوا خمسه خرجنا خمسه وعلاش خرجنا خمسه خاطر هي جاتها كي سيربرايز اما حبينا الخمسه دوكم ياخذوا حظهم
باش العباد تقعد تستنى في الخمسه اللي جايين. يعني استراتيجي ما خرجتش خمسه استراتيجي تاع الخمسه الاولى اللي هي ما قلنا لحد باش نهبطوا البوم وما كناش هبطنا ستاتيو الورا فما البوم هبط الشوك لعبنا على الشوك تاع العباد فيتورينغ هذا وهذا وعملوا فيتورينغ وهبطوا خمسه تترويت البوم كامل ديجا كلمه فيتورينغ شوك هي ما بيناتكم الزوز فوالا هذيك اللي خليتها تمشي بالقدام الجمعه الاولى وكل زيد البوم حكينا فيه على البلاد على تونس على الوضع نتاعنا من زوايا مختلفه يعني حكينا اخذينا في تيتر الاولاني السوبر ساين هذاك حكينا سمعتوا انت كلاش اللي بعده هو اسمه جليتش اللي هو نحن يمكن نعتبروه اقوى تيتر في الالبوم اللي هو لخص تونس في 7 دقائق يعني حكينا على المشاكل نتاع تونس الميديا البوليتيك الاقتصاد المجتمع يعني الحاجات فوالا ما احنا كريتيكينا الخايبه كهو وكهو والاخرين اسمه هيترز يحكي على كيفاش الدو الحكايه اللي حكيتها انت تو كيفاش تي رابر مش مع بعضهم الكل كيفاش فما هيت ما بين لي رابر الرابع كره الرابع اللي هو تيتر تفريق على الاخر خاطر كي سمعنا ثلاثه تترويت الاولى لقيناهم دمار شامل فهمتني تاع الدبرم تسمع عملنا تيتر تفريق على الاخر اسمه جالك ديجا تاع هكا نفركوا فيهم شويه كي فهمتني اول مره نجربوها ونجحت بريسك اكثر من تيتر تسمونيش يا حويجه هكا ولا ما تحبوش اوكي البلاد ولات كيما البركان براكاج بلي فلانك سون فرانس ان لارواح تطير كيما ذبان الخنان نخرجها ودايبان ها البلاد ولات تطيح اليوم بالكاو والاكونومي تحت قسموها بيناتهم كي قاتو البلاد تباعت الافامي مشات كادو لي بوليتيسيان تكذب على شعب في لي بلاطو حد ما يخلي بلاصتو دي فيلا دي باتو الكونت في البنك وشعب ما يهمكش حالتو مادام انت حاطو في جيبك وخانقو شعب ماهوش في بالو بلعب اللي زرعتلو نو ماني نو جوب هوني الفقر لو توب خلي نحكي نون ستوب مادام عندي هيب هوب تحكي شد الحاب الصومة تاعك راب شد المايك خير ما شد فلان بوب 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 فيكو ام في الراب مثل كلاسيك كوشمار راب كي الفلان كيتيري على الباتار كيما نابال بونجور ديما فاتال فلو تكنيك كيتيري بار 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 لابان تحكيونا هوني لغة الافلام نحبونا تاو نجيو نصلحو سيستام مانيبيولي الناس بالكذب والميديا ثروت البلاد ديما تقعد نقطة استفهام اعطيني المايك خلي نتيري بالراب على ولاد الكلاب ديزون دافير ومافيات فينونسي في الارهاب لطفي العبد اللي شي باتل الشوي تايم حل نصبة نتاع مروب وكباب يا 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 او كلاش بنشوف بالاسئله انا بكي تكملنا تبربيش بسيكوام بسيكوام ستيلك تبدل تطور تطور نحكي بيان تطور 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 مش تبدل فما ناس اعتبروه تبدل انت باش تقولنا تطور مثال معناها ملي كنت تحكي على الراب قبل كان عندك الراب الملتزم الراب المتسيس الراب المدين حتى كي مشيت للبلاتوات ولاو يعتبروك تابع النهضه وتابع 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 وانت بيدك المصطلحات الدينيه تخرج لك برشا وهذا مش عيب راه كنا مسلمين وعنا ريليجيون دافوا عليها باهي نجم نجاوبك انا اول حاجه مسلم يعني انت قلتها مره اللي فاتت يعني كي تشوف واحد كوارجي في ريال ولا في مانشستر ولا اي ماركي بونتو يمشي يعمل عندك نتاع الصليب هذيك الي فيغ هو بالريليجيون نتاعو الملحد يقول انا ملحد يعني كل مسلم ديما يقول راني انا نحشم ليه ما نحشمش انا مسلم وكي تويتي ندافع على ديني ندافع برغم اللي نغلط نعمل برشا اغلاط مانيش امام تاع جامعه هذيك ديني اللي نحبه ونتمنى نموت عليه ونموت نقابل ربي في يعني هو راضي علي يعني هذيك حاجه مفروغ منها لكن نحن لهنا نحكيو في مش نحكيو على الدين قاعدين نحكيو على الراب على مفهوم الراب يعني تلمو ولينا نربطوا الحاجه بالحاجه باش تلصق فيها فولينا نغلطوا في برشا المصطلحات قلت لك ستيل نتاع راب اونجاجي اللي نعملوا لغه كونسيون يشمل برشا مجالات اللي هي تحكي معناتها مواضيع اجتماعيه دينيه سياسيه اقتصاديه تحكي على الحرقه على الدروغ على كل شيء يعني فيه عندك ميساج تنجم تقول رساله انسانيه ولا خاطر ركز برشا على الانسان على الوجع نتاعه على الفيزيون نتاعه للدنيا على الحاجات اللي صاروا له على التجارب نتاعه فراب عميق يعني كي تسمع صحيح ماكش باش تعمل جو هكا وتشطح معاها في بعض الغنيات لكن كي تسمع تلقى روحك فيه وهذا اللي ريتهم من العباد اللي يقولوا لي زيدنا من ستيل هدايا فهمت ليكو ولا سامحني انت بالعكس جملة انت الموسيقى اللي كنت تعمل فيها ما كانتش انجاجي جملة اليوم تلقى روحك في راب انجاجي فما زوز تيتروات بريسكي تسميه راب انجاجي في التيتر وانا بيدي لقيت روحي في ستيل هذاك ما كنتش نتصور نلقى روحي فيه وكنت كتيبه معناتها باش نكتب في ستيل هذاك نتاع في تيتر جليتش اللي هو ثاني تيتر في الالبوم حكينا معناتها مشيت صحيحة لو كوتي انجاجي لقيتو فيك انت ولا لقيتو مع بسيكو ام في الكتيبة في الدنيا بصراحة لا الحقيقة كيفاش مشيت نختاروا تيم بعد كل واحد يشد نهار وحده يكتب وبعد نجي نصبه
ما لقيناش لا في بارولي لا في بارولو حاجات فارغين ولا حاجات مشينا معناتها ما فماش كيما نقولوا ما تفسخت حتى كلمه من اللي كتبناه فهمتني باهي باش نفرح بيكم ساعه قبلكم شايف نذوقكم حاجه بنينه وباش نهدي لكم فريز وقهوه عربي بسكر فانواز سكر بالزهر سكر جديد طياره برشا السكر فانواز هذايا عاد سيبتوه عاد في رمضان اموره باهي على الاخر سكر قهوه عربي ودنيا وديسير وكا الجو الدنيا هذاك الكل بنين القهوه بذقت القهوه ذق قهوه بزهر ذق قهوه بزهر بسيكويم وحطها بحذاك تحرم من الفريز كول كول ما تخاف ما يكونوش عليك ياكل في الفريز جمهورك رابور ياكل في الفريز راه مش عيب في الفريز شنو المشكل عادش بيه خويا بذخ غسلت عملت اسم كبير قال لي تاكل الفريز ناكل في الفريز كل فريز صاحبي نحس بخير يا خويا تنكبروا هنا والله شيء يطرف فريز حبيت جوست نفرح بيكم انت حاش تاكل فريز او عبد الله ياكل فريز تعملوا لي عمله يا بتفيك كلاش تاكل في الفريز تاكل في الفريز حسيت ناكل بلاتو مالا ليز ها وطلعت مكس بزناز باش تجي باش تجيب الايز مكس بزناز باهي بسيكوام فما حاجه اخرى ما يعرفوهاش عليك العباد انت كوارجي كنت ولا ما زلت؟ بون ما عادش كيما قبل ما عادش معناتها مره في الفيل كاور ترى اي كورت فيك في الاسبيرونس اي كورت انا بعد صغير كورت في المكشخه حتىش المينيم مينيم قالوا لي بنروح ما تعرفش تكور قالوا لي بنروح قالوا لي ما تعرفش تكور كريمه روحت نبكي للدار بالشهيقه نفس الجمعه مشيت نتستي في الكلوب مشيت نكور في الكلوب في العام هذاك اللي ليكيب والونترينور اللي طردني لعبنا كونترهم في المرسى وقتها في التيران تاع المرسى لعبنا الفينال كوب تاع تونس وربحناهم ومركيت فيه بونت وانا مشيت عمري محمد خذيت الريفونش نتاعك خذيت الريفونش وعدونا وقتها في في كانال مش عليك وعدونا في كانال فانتا يا وكوروا معايا برشا مع الدرجة كوروا معايا صاحبي كوروا معايا وليد الهيشري كان يتفرج فينا سلام عليه برشا قولوا راني نحبك برشا برشا كور جاي كوروا معنا معناتها وصحابنا صحيح كنت ترينا في الكلوب وتلبس ماريو الاسبيرانس الحقيقة من الأول مازال الكلوب مازلت مانيش قابلها يعني نحب تربيت في المكشخة ونحب المكشخة على الأخر ومشيت من نقمة هكاك مشيت نكور في الكلوب كي نمشي نترينا نحط ساكي ولا ساعات أمي تحضر لي ساكي نبدا مزروب ولا حاجة تحط ماريو المكشخ أول مرة عملتها سكروا عليه باب الفيستير وعلى بعضها نفكرهم أصحابي كلهم أنيس وعبري ونحبهم على الأخر بعد ولينا أصحاب إيكيب كاملة جمعية كاملة 25 واحد ولا قديه سكروا علي الباب كلها توت ديجا تحت فيها شوية سنتي أوكي هما يضربوا فشخوك هما يضربوا وأنا نضرب جاء حظ علي وليد الهيشي نتفكروا وقتها والله ربي يخليه خويا ما وجهه ما طوله زوز متر ودرا قديه بالبونية ومن بعد بشوي بشوي قلت له مانيش منحي الماريو ليه استنسوا بيا قالوا لي راسك كاسح انت برا لكن حسوا مش سبورتيف جملة ولا لي عملت دانس مش عملت دانس بريك دانس قبل معناتها مش عملت دانس ايب اوب راب اي بريك دانس نبركوا شويه في لاغار قبل وزلت تعرف تشتع بريك دانس ولا شيء الجمله ما عندي حكيت 10 سنين عندي 3 سنين جربت وحلفت كمش نقول لك اشتح لي بريك دانس تكسر لك حاجه كاريير يتيح نتاع 4 سنين ديجا واحد ماشي نجم فوالا ديجا نلهث انا تاعهم من قبيل عندي عليكم دوسيات صحاح شكون فيكم مشى مره الحفله باش يغني خلص تفاح انا خويا ماكلوش حكايه طويله هاي حسلو كان عندنا بيرو نحن في السونتر فيل تاع خدمه كان عندنا بروجي نخدموا على رواحنا كل شيء جانا تليفون معناتها حبوا نتقابلوا عندنا باش نعملوا ايفينمون وكل شيء قلنا له اوكي ما فما حتى مشكل تفهمنا على الدات جانا السيد دخل يا ودي شوفوا محلاه الراجل راجل كبير شويه هو تحسوا امام تاع جامعه تحشمت باش نعمل معاه كونترا قال لي راهو الفلوس هذوما كل ولدي ماشيين للاعانات ونتبرعوا بهم ونشيو كراسي للمعاقين يدي باش نبكي سخاف كلنا سخافنا مع قولوا له نعطيوك نحن فلوس نمشيو هكا هو جا نهار ليفينمون عرضنا في وسط ثنايا وقفنا قال لي جا طلع معي في الكهرباء طلعت معاه قال لي اسمعني ولدي رد بالك راه مقلب قال لي راهو رد بالك تطلع لما تاخذ فلوس احكي لي في اللغه هذيك كل شيء مازلنا لحد الان معناتها نشوفوه السيد هذايا مع تقليل ونتقابلوا ويس ولدي جا ولا يحكي معايا عبد هكاك ما نقول له لا ما نعملش ما ملتوش وكيت منه طلعنا خويا وقال لي نا عملت كومبلي معبي على الاخر هبطنا كي كوفيل الكونسير من بعد تفهمنا كيفاش معناتها باش نخلصوا معناتها السيد ما فماش ريحته
جينا ندوروا عليه ندوروا منا قالوا لنا راه ما فماش فلوس راهم كلهم نقزوا. قلنا لهم راه بدينا نتبعوا فيهم شوي راهم اللي نقزوا ريناهم ماهمش برشا وراه حاصل وصلنا للعبد الكل دخلت وقاصه تماوين الكاسه قالوا الكاسه سرقت. بعد خويا قالوا لنا ما عندناش فلوس او مش نعنا نعطيكم تفاح افهم انت ارتست في قداش من كيلو خذي كيلو تي كرهبة مروحين كايه كلها بالتفضيل جمعتي ناكلوا بالتفاح في الدار مبنيين شعملتوا بيه التفاح جميع اللي غادي استرجلوا معاه مع جاونا قالوا لنا لا العباد حسوا بالذنب هما حسوا بالذنب قالوا لنا مش جميع مش هما بيتهم يعطوكم التفاح البلاد البلاد العباد تحيه خاصه تحيه خاصه به للولادك ما عادش كبسيكو ايه متاع قبل المؤامرات والماسونيه وكالدنيا وكالجو ذاك الكل مشي على روحه. قلت لك هو مش فماش مرحله متاع قبل وتوا هو نفس الموضوع هذيك انت تحكي باش تحكي على المواضيع هذه يعني باش تمس السياسه العالميه تمس الجيو استراتيجي البوليتيك الايكونومي تفهم لي ميتي ناسيونال لي كارتيل كيفاش يتصرفوا الميديا شنو هي دورها في توجيه الراي العام يعني هذا كل كي تحكي عليه تنجم تقول مؤامره يعني بالنسبه هي عقليه المؤامره ماهيش بارانويا شويه هذيك عقليه المؤامره ودرشنيه وركبتها زاده شويه بعد ساعات هكا لي زادوليسون كلهم ولات يا ماسوني يا ماسوني من واحد قال لي انت ماسوني ماسوني قلت له قل لي شكون مسك انا احكيه معناها مش لا في الحق ما هو ديجا سالك هو قال لك ماسوني ما مسك حد انت زاده جاوك به لا لا انت جاوك به فما فتره ما فما ناس خذت منك مواقف فنانين سياسيين انت تعرف ناس زاده هكا دي جورناليست دي زافوكا في لي بلاتو وحسب برابور الكلام الكبير اللي كنت تقول فيه ماسونية وتحكي درا شنو وسياسة وأشخاص معينين سمعتهم مش نرجعوا للماضي قالوا معناها مش هو مش تخمامه مش فكره معناها ناس شدته وعملته لافاس سيرفو نعطيك الصحيحه اي واضح عملوا له لافاس سيرفو قاعدين يكتبوا له في النصوص نتاعو هو يقول انا ديجا انا شوف انا وقت اللي بحثوني قعدت اربع سوايع نبحث شوف وين وكيفاش وعلاش لا 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 صعيب علينا لما باش نحكي لك الحاجه الشوكونت اللي جاو فما دي جورناليست معناتها جورناليست وفما حقوقيين مع اللي بحثوك مع اللي بحثوني يسالوني قعدت اربع سوايع يسالوني نفس لي كيستيون يخرجوا هذوكم يعاودوا يدخلوا اخرين يسالوا لي مستحيل انت كتبت وحدك هذا مستحيل يشوفك انت فاهم اللي تحكي فيه ولا لا قبل ما نختم معاك بالغنايه أو قدام صاحب قدام الشعب التونسي عديتين مؤامرات كبار زادة خدمة تاريخ الفن خدمة تاريخ الغناء خدمة تاريخ السينما اللي يخليك أنت زادة موجود في ميسيون موجود في درا شنو خاطر فما ناس زادة نظلت فنية أنت سبيتهم وأنسرت ماما كنت قاسي معاهم اليوم مع تطورك ما حسيت كبرت تطورت كل هكا الفكرة المسكرة بتاع واحد كان جون شنو فيك ديو كل أنا نحب نقول حاجة للعباد هذوما كل العباد اللي تسمع فينا بي صحيح محمد هو لو بيدو نفس المساج نفس الثوابت لكن فما صحيح يعني الدنيا والتجارب تخليك تغزر بفيزيون اخرى للدنيا انا كنت اكثر واحد يتسب واكثر واحد يتعدى في لي بلاتو يحطوا تصويرات ويحكوا عليه خاطر كان زاد اكثر واحد سبيت الناس معين انا عمري لا راه ما نحبش ندخل في الديتاي بس على اشخاص لا لا باش نحكي لك اون جينيرال انا ما حكيتش على اشخاص حكيت على اشخاص حيين وقتها حيين شوف انا حكيت على حكيت على اشخاص فكريه اعطيتهم نقد نحن لهنا اما سيكويم تلزني راه باش لا لا انا معك انا سبيت نوري بوزيد وقلت نضربوه بكلاش سبيت سوسن معاه لحظه يا مان انت تحكي معناها انت تولزيتني ولا ولا دقيقه لحظه ما هو ماضي يلزمو لا 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 نحكيو فيه نحن نحكيو فيه مثال انا اي انسان اذا انا غلطت معاه يحسني انا غلطت معاه راني نطلب منه سماح مهما كان فرد وقت ما يكبر في عيني حد وما قدر حد لا هنا راك دخلتني بباب خرجتني من الخوخه رجعنا للبسيكو تاع قبل معناتها لا باش نقول لك معناتها معناتها انا ما نجيش باش العباد ترضى عليا نطلب السماح ولا نقول ولا نبدل من روحي ولا من كلامي انا هو هو تحبني كيما انا ولا تكرهني كيما انا لكن وقت اللي نغلط مع عبد ونعرف روحي اللي انا غلط نقول راني غلط ونطلب السماح ولا ذي نحب عليه ولا انا شنو نحب نقول تو هذيك مرحله تعديت خاطر انت تعرف زاد الكوزين انترن وشنو هي فما وفي الوقت هذاك وشنو هي المشاكل والعباد كيفاش والبلاد لحالتها فانا نحب نقول حاجه للعباد اللي يسمعونا نجم حتى هو كان يغزل لك الفاسون خايب نحن رانا لازمنا نتعلموا نعيشوا مع بعض يعني سياسه الاقصاء سياسه انك تحكم على العبد من غير ما تعرف ولا من غير ما تتبع هذا معقول هذوما كلام انت اليوم تعلمت تعيش معانا لا لان قاعد نعلم فيكم تعيشوا معايا كاسحه معقول كاسحه ما كي معناش نقول تو انت تجي بسيكو ايه تقول سامحني
تقبل الاخر كما هو وتطورت وتعلمت وما علموناش نعيشوا مع بعضنا. البا اللي باش يحب يتعلم يعيش مع العباد مش يقول لهم اجي وعيشوا معايا كما انا، هو يعمل با باش يقبلهم. نحن قبلناه. نجم نجاوبك؟ من قبل قبلينك نحن بيان سور. فما انت قاعد تحكي بالعكس، انا ومام طون تقول تسامح ونعيشوا مع بعضنا، ومام طون تقول نعلم فيكم تعيشوا معايا. باش نفسر هالك. انا كي نقول لك جيت تعيش العالم نتاعي متاكد لي انا انت تفرح كي جيت تعيش في العالم نتاعي، خاطر العالم نتاعي ما فيهوش كره. وقتاش الخمسه غنيات جدد يخرجوا ونخطبوها بغنيه دمدومه؟ الخمسه غنيات اليوم باش يهبطوا كالعاده ستريمينغ اللي هو في سبوتيفاي وانغامي ديزر كذا، مش باش يهبط يوتيوب معناتها فهمتني. بعد باش بعد بجمع ستريمينغ ولا جمعتين يهبط يوتيوب، يهبطوا بعد رمضان ان شاء الله. هذوما بور لو مومون كي ما صارش حتى شيء، بصوروا كليب من الخمسه اللي هبطوا تو ديجا موجودين في اليوتيوب، والاخرين نهبطوهم بعد رمضان ان شاء الله. به نكملوا معاكم. اوكي عندك ميساج تحب تقوله قبل ما تكمل مود لافا؟ بون نقول ان ريميرسيمون العباد اللي خدموا معنا الكل، خاطر احنا البروجي هذايا مانيش وحدنا فيه. مونتا بيتس جابلو ديابلو مروان عليات صاحبي هذايا القديم، يعني من اول ما بديت معاه نحب نعطيه تحيه. ولاد حومتنا زاده اللي ديما واقفين معنا اللي نحبوهم على الاخر، كلهم نحب نسمي باش ما ننساش حتى واحد. الجمهور اللي حاضرين يعني هكا ديك ريحه ليك انت وقتها تنكو كلمه ختام. نفس الكلام نفس الكلام بالضبط. غنايه يلا يا مدير. I fight for better days for happiness، باش نشوف ضحكة ناس، باش نسكت فم ناس، باش نفرح شوية ناس اللي معايا كتروسون تاع الجراس، شوية الريل كي حماس. حرب الغدوة حرب اليوم باش تربح غدوة، نعطي اليوم باش ناخو غدوة، نجري اليوم باش نمشي غدوة، باش ما كونش ناكر انا عيش عبد عادي نموت ولا تنساه. الحرب باش نقعد مرسوخ الذاكرة فيك مستحق بلاستي وفرض رسبا في قلوب الحبا في مخاخلة عدمة عاول حد اللي بناك كي بنيو عليه المرضهم عندي الدواء. ما زلت الحرب ما وفاتش واحد ودي موش اسمه، مادا فما فس فما طموح، ما نحبش يجي نهار نولي نعيش بلا روح. باش توصل على جبل لازم في بدنك عندك تراس تشوح، وانا مش رميتني الجروح. نحارب باش ما ندخلش للسيستم نتحط في القلب، نعيش في روتين نرقد قوم اقرا كون خدمه نوم خو صالير تتنفس بيه وعاود للدوله قدم الطلب وسطني عاونوك يعاينوك تشك في بيرو محصور كالفار يسطروا لي حياتي وانا اختيس في بلاد لاختيس، ما نحبش نعيش ستوندار. حرب الجيب مليان نهار ولادي يعيشوا بيا مستورين في امان، ما تلزوش نهاري مد يديهم لفلان ولا نشوف في عينيهم غزرة حلمان. الحرب ونشوف في برشا راخو سلموا الاحلام، دخلوا الرحاه كلاهم السيستم، ضربوا يا اكحله بذلول الاستسلام، وثق من روحي بروح قوي ليمان ونحفر في الظلام. نلوج على النور عندي امل نلقى جامو في التراب وديما قدام، حتى كان عرضني الفشل وكل ما نقرب نلقى سراب. ما فهمونيش واللي فهمني ما بدلنيش، لخشم ما يخضعش ظلمي عديش، اللي ضروني ما فهمش نهار ما لقاونيش، لقيت الخير في برانيه ما عاشرونيش. نحارب الشنوفي باللي بيوعدنا للي نحم من فمه واعطاني القدمه، باش فاينلي نقولك لما مخبي الداخل كيما امي تنجد بطل الخدمه. نحارب ما دامني موجود باش نكسر القيود، باش نديباسي الحدود، باش نلقى للخلود. ممسي عارف صحاح نساهم التاريخ حفله الفيكتوار ما توسموش فيه الجنود. نحارب باش نرضي روحي الداخل، عندي جمره ما حبيتش تتفه، ما عنديش فيلينغز عندي عاصفه. نحارب باش نسوى وما تهزش النسوه، باش نصبر الغير اللي انا مخير، باش في الدنيا كل يدور كبير، باش في موت يلف ورايا تصير، باش الداخل ما يموتش طفل صغير. ويا يا مكمل واللي خليني نسلم اكثر من اللي خليني نكمل، ويا يا مكمل طلع دروج نطلعهم لاسانسور ما مصيري نكمل. نحارف اثنيتي برشا تنسى شوية تعاون برشا تنقض، حمل جماعة ريش وانا نحارب وحدي اما دوامي ينقب. I wanna fight في خاطر my homies، في خاطر my people، في خاطر الناس الاقرب اللي حبوني. I wanna fight نحارب الناس اللي ظلموني، ناس اللي غدروني، ناس اللي طيحوني، ناس اللي ما صورينيش بوصل لهوني. I wanna fight في خاطر my homies، في خاطر my people، في خاطر الناس الاقرب اللي حبوني. I wanna fight نحارب الناس اللي ظلموني، ناس اللي غدروني، ناس اللي طيحوني، ناس اللي ما صورينيش بوصل لهوني. لليوم عايز سولو قاعد لي كان الرفليم تاعي في مرايه مكسره، ثقه اللي عطيتها ما تقعد منها كان الحسره، كي تتفكر العباد اللي خلاتك وقت الغسره. اكبر كذبان ناس تقول لك معاك، كي تتلفت وما تلقى حد وراك، ولا تحفر في دارك وتتبسم وقت اللي تراك، حتى شوي الوايت اللي في قلبك قتلو البلاك.
نعيشوا في انتوغاش كلها بالماس كلها تستنى كتيح كلها تحب دمك يسيح تفرح لك وقت اللي تسيح وانتي واقفة معاهم كجبل اللي ما تهز الريح حز والغدرة والكرة في عينهم باين عبيد خلت الخلاقة تعبت في الملاين ذو قد فايتة ما لازمش يوريهم البين خاطر وقت تطيح الكلها تسكو قص الشامبين كلها تحسد وتحفر وتحسب كلها تلبد وتقدر وتكذب تمشي بالنية يتسكر طريقك وتتعب كلها تبيع وتلف في بعض المهم تكسب عايش ومحوش لازم تحارب كل وحش خاطر وقت تطيح بيناتهم من يبهم ما تركحش حتى كي واحد منهم يعطيك الجنب ما تفرحش خاطر قلبه يتلبد وصحبة بتاعه ما تربحش هذاك علاش نعيش اللون تاع سلوان ثقة اللي عندي نعطيها كيف الميكروفون لازم ماني أكثر من وامر في التليفون I fight to survive number one I fought for my family for my homie كارتو شافي قلب الهيروز اللي ظلموني حارب في خاطر الكعبتين اللي فهموني حارب في العباد اللي هوني حبوا يدفلوني I fought for my future for my dream حارب باش نخرج راب يضرب في الصميم نحارب باش اللي عندي في قلبي نحطه في ريم نحارب باش نقعد ريال ما نحبش ببليك بهيم I fight for the freedom الحبس الموت قدامهم وواقف ما نعيشش مطبس I fight for you fuck السيستام اللي تقدسوا على خاطر كل واحد بيت مظلوم في حبسه الحرب اللي تكبروا وتغوا بفلوس معافسوا باش يفهم الانسان اللي اكبر عدو هو نفسه I fight for myself ما نحبش نوالي فايك ما تجيش كيفهم بالناس اللي ماتت في الفلايك fuck the views حرب باش الراب يقعد بقادرو باش نهالي بطلوا ناس يهزوتوا للقبرو I wanna fight في خاطر my homies في خاطر my people في خاطر الناس الاقرب اللي حبوني I wanna fight نحارب الناس اللي ظلموني ناس اللي غدروني ناس اللي طيحوني ناس اللي ما سولونيش بوصل لهوني I wanna fight في خاطر my homies في خاطر my people في خاطر الناس الاقرب اللي حبوني I wanna fight نحارب الناس اللي ظلموني ناس اللي غدروني ناس اللي طيحوني ناس اللي ما سولونيش بوصل لهوني